وهذول كلهم ينتظروني، هذول كلهم ينتظروني ابدا الوظيفه بس عشان يجون ويحاولون يدخلون الولايه هذه، وانا جالس افرفر بالموتر نقلبها فورتنايت ونسحب على الشعب اللي برا. يقول لي اذا قبلت يعني بتموت ايش بيصير فيك؟ هي بموت يا وسخ رشاوي، والله بيني وبينك 17 دولار معي فاحتاج شويه رشاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد أو لعبة جديدة. للأسف هذه اللعبة والله جميلة، حياها واقعية، ولكن ما شفت أي يوتيوبر عربي منزل عنها باليوتيوب. قبل بداية المقطع ودي أشكر كل من دعمني بلايكات واشتراكات ومن كومنتات وكل شيء. طبعا إذا ما دخلت معي في بث اللعب من المشتركين سواء كان ببجي أو فورتنايت أو أي لعبة ثانية، أتمنى تحط لي أيديك بالكومنت. طبعا اللي ما شاف المقطع الأخير كان فيه كمية ضحك، اللي هو كان على 50 دولار للفريق اللي يفوز معي من المشتركين. وبس هذا كل شيء، وخلنا نتكلم عن اللعبة. لعبة مظلومة نزلت من قريب، ما هي بقديمة، حياة واقعية، تتكلم عن شخص هو عائلته موجودين في بيت. طبعا حبة حبة راح تحصل وظيفة وتصرف عليهم، في شغلات كثير تكاليف راح تجيك، مثلا إيجار البيت وإيجار السيارة اللي تستخدمها، ولازم تعبي بنزين وتصلح الموتر بين فترة وفترة، وتجيب أغراض للعائلة اللي يطلبونها، ابنك الصغير وزوجتك وعندك خالك في البيت، في شغلات كثير، تصيد غزلان، تشتري أسلحة وتبيع أسلحة وتبيع في الخشب. هذا شيء جانبي، يعني مش الوظيفة الرئيسية. وظيفتك الرئيسية في اللعبة راح تكون حارس حدود، ففي ناس يجونك مثلا إرهابيين يحاولون يهربون أسلحة، فأنت وظيفتك أنك تكشفهم، عندك جهاز يكشف الحديد إذا كانوا لابسينه أو المتفجرات، وبرضه أكيد عندك الاختيار ختم القبول وختم الرفض أنه يدخل للولاية هذه اللي أنت فيها واللي أنت حارس على حدودها. أتمنى اللعبة تنال إعجابكم، وطولت في المقدمة، وليتس جو. بسم الله. أسلم، في واحد يدق الباب. شو الصوت هذا؟ طيب I need to open the door. بس إيه؟ عشان نفتح الباب. I've been sent by Strovoska State. Please I. طيب contact. You know we've decided to open the border gate and here we offer people new jobs. The offer الظاهر إن ماركو was announced. Your name come out of the list. Congratulations, you have a job now. We apologize for sending this letter note. We have sent you a special car. You already know the house. You've already moved and there is also a bus service. Please sign the contract. طيب يقولون فتحوا الحدود، وطبعا في وظائف جديده. I'll be waiting at the car, do not be late. انتظرني في الموتر. على العموم يقول لي فيه الحدود فتحناها والوظائف جديده طبعا توفرت للسكان في المدينه، فطلع اسمك من ضمن الكشف، ان الاشخاص اللي يعني افضل الاشخاص اللي يكونون في هذه الوظيفه. على العموم الحين عندي ابني هذا سن، الهابينس عندها مرتفع شوي فوق النص، ومذر اللو طيب، سعادة نفس الشيء تقريبا، وخالي الأنكل، وتلفزيون عندنا في البيت، ثلاجة، سنز بيد سرير الولد، وهذا مذر اللو بيد، وهذا ينام هنا. وش الحياة هذه؟ وش البيت المدقدق يا رجل؟ هذا سريري الظاهر. I can't waste time with sleeping, I must work. طيب ما وده يضيع وقت بالنوم، لازم نشتغل. بير بوكس، صندوق بيبسي، زين، ووايف هذه زوجتي، خلنا نفتح نشوف في شيء هنا. ما في شيء. نيوز بيبر. طيب ذا بوردر كروسنج اوبند. الحين طبعا مثل ما فهمت ان فيه ناس كثير راح ينسمح لهم يدخلون الدولة والمدينة اللي احنا فيها، فضروري ان فيه وظيفة اللي هم حرس الحدود يشيكون على الناس اللي جايين واللي طالعين. From now اسم دولتنا الظاهرة او مدينتنا اسمها ستافروسكا. ستافروسكا can be crossed from outside. طيب شلون اطلع؟ كيو اوكي. عندنا غاز. طيب خلنا نروح نشوف اللي ينتظرنا في الموتر. هذا انتظرنا بس دقيقة، خلنا نشيك على الشغلات اللي موجودة هنا. خشاب هنا الظاهر انه
يمديني اشتغل هالوظيفة عشان الحطب والامور هذه. دقيقة، انا ما نسيت ما اشيك على الثلاجة اللي في البيت نشوف الاكل. اتوقع لازم نشوف الاكل اللي يمديهم ياكلونه الحين. في الباك باك في الشنطة اللي على ظهري عندي سيجرت دخان، نقول سموكينج اتس سنيكينج ان ذا كانتري. يقول لي ممنوع الدخان في هذه المدينة، ولكن يعني يدخلون عن طريق الخفاء. زين، يعني يستخبى ويدخن. هذا كول الظاهر انه فحم، وي كان يوز ات تو ورم اب عشان نتدفى، ولازم نحطه في الستوف. طيب وين الستوف؟ والباك باك بينز الظاهر ان الفول او الفاصوليا، وي كان ايت ذس اي جوت ابوت ات ان ذا فريج. طيب هذا نحطه هنا عشان ياكلونه، وهذا الستوف. الستوف حرف الاي نضغط ونحط ال، لا ما نحط السيجرت، نحط الفحم. طيب كلوز، كويس. الحين مفروض انه يدفي البيت، مدري هو شغال. برس اي تو اوبن ستوف، كلوز. مدري الظاهر انه هو راح يدفي هذا. الهابينس تقل بسرعة، والسن برضو الهابينس لا مرتبع شوي. مدري ايش وضعه هذا. اوه يمديني اتفاعل مع كل شخص موجود في البيت. يقول لي هي مان كان يو جيت مي سمثينج تو درينك، لوكس لايك ماي هيدز كامينج. يبي يشرب شيء. الهيلث سيتويشن هيلثي، بيو جنرال ستاتس كولدنس، اوكي النس ما هو بمريض ولا شيء. نعطيه بير عشان يشرب. اي جوت تو فايند ا بير سم وير. طيب بروح بجيب له واحد من هناك واعطيه. يبي بيبسي مثل ما قلنا. نشوف المذر ان لو وش عندها. Greedy happiness. If you give me money, I will fix your relationship with someone. No, I will break your relationship if you don't. تقول لي أعطني فلوس عشان أضبط وضعك مع علاقتك مع أشخاص ثانيين، وإذا ما أعطيتني راح أخربها. ما هي بهينة والله، تهدد. Give money. والله أسحب عليها يا رجل، وش اللي give money. أوه عصبت. طيب كم معي؟ 15 دولار أنا، كم تبيه؟ أعطيها. والله الهابينس مرة ناقص. طيب خلنا نسحب عليها هالفترة، نشوف هذا وش وضعه. يقول لي داد could you get me some chocolate the taste tea was very nice. The taste was very nice. طيب يبي شوكلت برضو. ما عندنا شوكلت. شوكلت وبير وفلوس. طيب نشوف الحب وش تبي. زوجتي can you give me some cigarettes. طيب زوجتي تبي تدخن. On the way home سيجرت معي، فيمديني أعطيها الحين. حلو الهابينس ارتفع. Let's meet in the night work management. يمديني أقول لها روح يشتغلي. طيب خلنا نشوف، راحت تشتغل كويس. Don't take his money. يمديني أخذ نص الفلوسها، يمديني أخذ نص فلوسها، ويمديني أخذ الفلوس كلها اللي تجيبها من الشغل، وبرضه يمديني أترك لها الفلوس الراتب كامل. ولتس ميت ات نايت يا حبيبي. طيب خلنا ناخذ البير قبل لا ننسى ونروح نعطيه. لا 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 تشرب، لا تشرب، لا تشرب، لا تشرب. عط هذا. الهابينس الظاهر انه ارتفع. وشلون اخذ تو درينك؟ طيب انا ودي اخذ بس يمكن ما يمديني. خلنا نحاول نجيب له من برا. على العموم تاخرنا على الاوفيسر اللي برا، زين ما سحب علي. خلنا ندخل ونشوف الوظيفه ايش وضعها. بسم الله. اوه انا اللي اسوق. اف اكزيت كار ار ان 1 يير يو ار ذا فيرست بيرسون تو فايند ورك. دونت ويست يور تشانس. اوكي يقول لي من سنه ترى ما حد حصل وظيفه، فانت محظوظ. بي كيرفل وين ذس بيكم كامينج تو ذا وورلد. طيب يقول لي انتبه للاشخاص اللي موجودين اللي يحاولون يدخلون دولتنا. أو ولايتنا. لازم أدفع الإيجار. إيجار إيش؟ إيجار السيارة. الظاهر إن السيارة هذه أحلى شيء في السيارة إنهم معبين لي إياها البنزين فل. The day after tomorrow you can go work by bus. One of the rent by money means everything in Sarakov. We have to learn to save money. طيب لازم اتعلم كيف احافظ على فلوسي وبنفس الوقت استخدم باص بدل السيارة. الظاهر ان الوضع يحتاج توفير يا حبيبي. هنا محطة البنزين، وين يمديني اعبي
من البنزين. وهنا في سوبر ماركت على يساري عشان هنتر يروح يجيب لنا شراب. اللي ما يعرف هنتر هذا واحد انسان طيب دائما يدخل البث ويجيب لنا شغلات طيبه. فعلى العموم انا مضيع يا جماعه الحين، وين الدوام؟ في علامه فلوس هنا قدامي، يمكن هذا المكان كان وظيفتي. خلنا نضغط هاند بريك نوقف وننزل من الموتر. طيب ما نزل معي، الظاهر اني نزلت في مكان غلط. خلنا نشوف وش هالمكان بما انه وصلنا. اوه هذا باون شوب، يمديني ابيع شغلات او اني اشتري شغلات. يمديني اشتري حبل، يمديني اشتري دواء وولف. اوه يمكن اذا كان عندي ذيب اربيه يمديني عالجه بهذا الشيء. وبرضه هنتنج رايفل يا حبيبي عشان اصطاد الغزلان، ويمديني اشتري رصاص الهنتنج رايفل. في شغلات كثير، ما ادري وش هذا. ذا ورن اي كان جيف تو تشيكن. هو هذه ايش اسمها؟ دود صغير، اشتريه واروح اعطيه الدجاج، فيمديني يمكن اربي الدجاج. هي اي كان جيف يو تو كاوز، وهذا اكل للبقر وانتم بكرامه. طيب نطلع. اوه المكان هذاك الاصفر 1100 متر، والله يا بعيد. وش هالمكان؟ This is my favorite place قال. اوه اسلم، والله مش مني، من المكان اللي شفته على اليمين. طيب مثل ما تشوفون يا شباب باقي 15 متر وصلنا للمكان. خلنا نوقف الموتر هنا البوردر لاند. وقفنا موترنا الاصفر هنا، ما ادري اذا كان يمديني اركب موتر ثاني. وش فيه هذا مأيم على ما يمدينا نركب موتر ثاني. الظاهر ان هذه محطة البنزين جنب الحدود، واضح ان وصلنا الحدود، فراح يكون دوامي هنا. اوه هذا مكتبي. طيب افتح الباب يا حبيبي. دقيقة خلنا ناخذ نظرة من هنا. اوه هذول كلهم ينتظروني، هذول كلهم ينتظروني ابدا الوظيفة بس عشان يجون ويحاولون يدخلون الولاية هذه، وانا جالس افرفر بالموتر و... طيب ستارت وركينج. بسم الله. I have to turn on the computer. طيب نشغل الكمبيوتر. طيب ما علينا من المواصفات هذه، مواصفات جيمنج يا حبيبي. نقلبها فورتنايت ونسحب على الشعب اللي برا. العب يا ولد في الوظيفة. خلنا نشوف الماب. الماب احنا وين؟ الظاهر ان هذه مدينتنا ستار بورسكا، وفيه مدن جنبنا اللي هي لينينونونوفا وارما هوفو وبريد كرام هيلسي سوشا. اسهل واحدة مش سوشا، سوشي. طيب نسكر. طيب خلنا نسوي اكزت. The thief stole your uncle bed. اوف في واحد زرف سرير خالي اللي قبل شوي في البيت. طيب ما علينا، انا حاليا في الوظيفة ما راح افكر في الموضوع. To open it you need permission. طيب ما ادري وش هذا الدينجر. وهنا ارست، اذا في مجرم دخل علي او كشفته اسوي ارست. وهنا ريجكت اللي هو ختم الرفض لدخول الدولة، وهنا القبول، وهنا نكست يا حبيبي، وهنا عندي السكان. طيب وش بعد؟ ميلتري هات. اوه خلنا نلبس الميلتري هات. طيب وهنا يو نيد اكي، ما اقدر افتحها. طيب خلنا نقول نكست، نشوف اول شخص يجينا. نكست. تعال يا قلبي تعال، مين انت؟ اعطيكم وضعية ال ابو اسمك ها؟ Let me go quick. I am in hurry. اوه مستعجل. Can I see the document here? I am a tourist. هذا سايح جاي للمدينة. طيب خلنا نشوف جوازه. This entry include only one person. اسمه ايفان هولوي، ميل، رقم الجواز اخره 85. اوكي تورست 6185. فنسمح له بالدخول بما انه اول شخص محظوظ. وش رايكم؟ ولا نعطيه على عينه رفض؟ واضح اني توهقت. بريس سبيس بار تو ستام. خذ لك واحد، خذ برضه واحد، خلاص توكل على الله.
وش تبي يا اخوي؟ توكل على الله. ها التحكم شوي صعب يا جماعه. ثانك يو فور ليتينج مي باس. حياك الله، انت محظوظ اول شخص جاي لي الاوفيس. طيب خلنا نقول نكس، نشوف اللي بعده. يعجبني صوت المايك. نكس. هذا واضح انه انسان كذا مزارع جاي. I'm just a simple farmer. مثل ما قلنا مزارع. If you pass me I will pay you. يقول لي رشوة يا حبيبي. خلنا نعطيه رفض على السريع. اول شيء قبل الرفض خلنا نستخدم هذا عشان ما ننساه بعدين. معك نايف ها؟ طيب ما عليه، نايف نخليها. بس والله خطير يا اخي، بما انه مزارع خلنا نشوف وش عنده. طبعا ما عنده اللي هو برنامة فيزا ما ادري وش هذاك اللي هو يسمح له للدخول، ويبي يرشيني بعد. رفض على عينه. خذ لك، يلا توكل على الله. واحدة في الطاولة بعد. طيب يلا ما عليه. فيو ابروف ذات وود يو داي. طيب يقول لي اذا قبلت يعني بتموت، ايش بيصير فيك؟ هي بموت يا وسخ رشاوي. والله بيني وبينك 17 دولار معي فاحتاج شوية رشاوي. بليز برينج يور دوكيومنتس. يلا سريع سريع. هلا والله. ابروف ابروف، امسك الابروف بسرعة. ابروف. لا مشكلة. Do you want to show me around? I came to work. واضح الخرف انا اللي تبي ترويني المكان داخل مدري ويش. المهم نتأكد من الأسامي، تطابق الأسامي في ميل 1990. أوكي مية مية. ما أتوقع. خلنا نفحص البنية. وين الجهاز هذا؟ إي دكتور. سي فور بوم دام. سي فور بوم. شيت مان، يخرب بيتها، جاي تفجر هذه ارهابيه. ما عليه بالله، ادخل تفاهم معها. هدشت سريع. تلعب سيس جو هذه سي فور، جاي تزرعه. خلاص تم من هالمشن. يوه الحين المفروض مكافاه. والله نستاهل مكافاه في هذه الوظيفه. تايم تو جو هوم. اوكي خلصنا الوظيفه أول يوم يا حبيبي. You have made one mistake. The penalty will be applied after the fourth fault. Details about the citizen. A country citizen who does not exist. الظاهر أني أخطيت ودخلت شخص من دولة غير موجودة. في شخص دخل وكانت اسم المدينة أو اسم الدولة عنده دولة مش موجودة في الماب، مثل ما تشوفون هذا الماب. الانرجي ناقص 32. طيب شلون اعبي الانرجي؟ الظاهر اني لازم اروح انام. طبعا مدي اشتري الرايفل عشان اصيد الغزلان واجيب الاكل واقدر اغذي الناس اللي موجودين عندي في البيت. قبل ان نوصل البيت نشوف الشغلات ونستكشف ايش المحلات اللي قريبة او في الطريق من الدوام الى البيت او من البيت الى الدوام. اوه هذا حلاق. طيب في حلاق هنا. شوكولات بار. نجيب لابني واحد وانرجي درينك. احتاج برضو باثنين. الحين فلوسي 21، المفروض تكون 19. كويس باثنين. البينز المفروض احطه في الثلاجة. وش بعد؟ سيجرت ما يحتاج. البير لازم اشتري واحد عشان خالي. كذا يعني يا حبيبي راجع البيت واموري الطيبة. بلاي هيدز اور تيلز. ظاهر مكان تحديات وكذا. بلاي هورس بيت. خلنا نجرب. You has a 13 Gravener. Be careful you may lose your money to be able to play at least 5 Graven. والله ما فينا التضحية ولكن خلنا نجرب. بسم الله ونختار الأزرق. يلا جو. وش هذا سباق بس كذا؟ ما يمدينا نسوي شيء. وش الغش هذا؟ والله انه غش. كانت فلوس 19 صح؟ اللي فاز الاسود. ليتني اخترت الاسود. هذا زي القمار وكذا صح؟ يخرب بيتهم نصب عين عينك. طيب فلوسي كم صارت الحين؟ فلوسي صارت ثمانية. قبل شيء 19. يا اخي استغفر الله العظيم، انا وين بجمع فلوس؟ انا جالس العب كذا على اساس ودي اشتري الرايفل هذاك عشان اصيد غزلان، بس وضعي مزري والله. خلينا نفتح نشوف ايش عنده. هذا انرجي اويل وانتي
ما ادري وش هذا، بس عشان الموتر يمكن شغلات الموتر. على العموم نرجع البيت نشوف كيف الوضع. بريس اي تو فيل ذا غاز. اوكي موتري حاليا مصفر، اعبيه نص باربعة او اعبيه فل بثمانية. والله ضروري اصفر فلوسي عشان اعرف اروح الدوام. طيب اوكي اهم شيء موتري مخترب ما حد شاف. وش هذا كار تراك يمديني افتحه وازبن فيه شغلات. هو عندي كفر احتياط حلو يا طيب. يبي يعبي. طيب اوكي اسفين يا الحبيب، معلش يا جماعة مش كذا. والله الموتر واضح انه ايش انتي فريزنج. اوه تشوفون قبل شوي كان شفناه داخل محل اسمه فريزنج شيء، فالظاهر انه بعد فترة لازم ابدل الايل في الموتر عشان ما يخترب معي. هوم سويت هوم. طيب وقف الموتر وانزل. اتوقع ان الموتر هذا عليه ايجار باليوم، والله يستر يعني ما خليت شيء، فلوسي راح تكون سالب اذا الموضوع فيه له ايجار. في شغله اتذكر انه كان يقول لي يمديني ابيع حطب. اي نيد ان اكس. طيب الاكس معي، خلنا نفتح انفنتوري. اوه لازم احطه في الهاند. طيب درينك 35 طاقة. اوكي هاي الحين يمدينا نكسر. حلو جميل جدا. اوه بعدين يمدينا ابيعه. طيب نحطه نرميه، ما يمديني ارميه. على العموم خلنا نروح نعطيه الشوكلت عشان نفضي مكان. جبت شوكلت. طيب الهابينس ارتفع عنده. شوف انا ما انساك يا قلبي، بس وش يمديك تسوي لي؟ هل يمديك تشتغل في جنرال ستيتس؟ اي فيل ورم ما يمديه يشتغل مثل البقيه. طيب خلنا نشوف هذا اللي طلبني مشروب. شوف الهابينس عنده رجع ربع. جيف بير. الهابينس ارتفع 54%. وباقي تعال ايش اللي انسرق؟ واحد اثنين، في سرير ثالث انسرق حق الانكل اللي كان هنا. الله يخرب بيت الحراميه، الظاهر كل يوم في حرامي راح يجي، فلازم اسوي شيء عشان الحراميه. طبعا هذه تبي فلوس، ما عندي فلوس عشان اعطيها. خلينا نشوف الوايف هل جابت فلوس ولا لا. ورك مانجمنت كم جابت فلوس؟ جابت 13. طيب ايش رايكم ناخذ النصف عشان نعرف نتصرف فبكره؟ والله نحتاج ناخذ النصف، بعدين بعد ما نضبط وضعنا ان شاء الله راح نضبطها. الهابينس نقص طبعا لان اخذنا فلوسها. ليتس ميت ات نايت. شي لوكس فيري انهابي ادنس ذات. ترفض انها تقابلني بالليل عشان اخذت فلوسها الظاهر. على العموم ننام لحالنا اليوم. ما باقي شيء في الثلاجه، خلينا نشوف استخدموه ولا ما استخدموه. حلو تي في هذا ايش يمدينا نسوي به؟ سيل ذا برودكت مي افكت ذا مورال اوف ذا فاميلي. الظاهر اني لو بعته راح كلهم اوف كورس يعني يكونون انهابي، فراح نخلي لهم اياه ونسكر هذا. بس انا ودي اشوف وش الحل مع الحرامي. طيب سليب تل ذا نكست داي. جيم اوفر. يو كودنت باي ذا رنت. رنت ايش؟ يو هاف نو ماني تو باي فود. ذا فاميلي دايد اوف انس. يو ار ديبريست اند يو ار ديد. افا توني كنت بقول كان يوم جميل، وش رايكم نكمل في اللعبة ونضبط الوضع ونشوف حل الحرامي ونبيع الخشب بس النهاية كانت والله من جد يعني ختامية مفاجئة. والله ما ادري وش اقول يا جماعة الخير، بس اذا ودكم تشوفون سلسلة لهذه اللعبة حياة واقعية يعني اكتبوا لي في الكومنت ودعموني باللايكات ونشر المقطع، واشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.